کم یه من به مستشفا انشاءالله اربا دای اوکی اوکی سلام علیکم دای اوکی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سنقرأ کتاب المحاورة وفي الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر. كتاب من هذا يا أخي؟ أنا لا أدري كتاب من هذا. أظن كتاب أحمد. لا. كتاب أحمد أخضر. وهذا الكتاب أحمر. انظر أي كتاب هذا؟ هذا كتاب الفقه. إذن هو كتاب علي. من أين تعرف أنه كتاب علي؟ نعم. آنفا سألني كثيرا أن أحكم الصوم. أين علي الآن؟ سار إلى بيت أخيه. وراء البيت. ماذا تعمل أنت الآن؟ ماذا تعمل أنت الآن؟ أنا لا أعمل شيئا. هل كتبت الرسالة إلى أبيك؟ نعم. كتبتها وأرسلتها بوسيلة البريد. هل تريد أن تتبعني؟ إلى أين ستذهب؟ سأذهب إلى المستشفى لعيادة صاحب المريض هناك. من هو صاحبك؟ موسى. هو زميلي في المدرسة. وهو الآن أستاذ أولادي في علم الدين. كم يوما في المستشفى؟ إن شاء الله أربعة أيام. وكيف صحته الآن؟ الحمد لله قد تحسنت قليلا. طيب. أنا أتبعك لأنه أيضا صاحبي وهو عزيز لدي. هل نذهب الآن؟ انتظر. أنا سأرجع لحظة. سأخذ شيئا من بيتي. طيب. بسرعة. أنا منتظرك هنا.